في الفيديو ده هكلمكم عن 3 قروض بضمان المعاش من 3 بنوك مصرية يصل القرض فيها إلى 1.5 مليون. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. البنك الأول معانا وهو البنك الأهلي. البنك الأهلي يوفر قروض بمميزات لأصحاب المعاشات والتي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم، ومن مميزاتها طلب الحصول على الموافقة للقرض 72 ساعة، يعني 3 أيام والقرض بتاعك يتوافق عليه، سعر تنافسي ومصاريف إدارية مخفضة. يمكن للعميل الحاصل على القرض نقل مديونيته لبنك آخر في حال طلب ذلك، الحصول على وثيقة تأمين للحياة لحين انتهاء مدة القرض، والحد الأقصى للحصول على القرض بضمان المعاش هي 750,000 جنيه. يتيح للعملاء اختيار فترات ونظام السداد التي تتراوح من 6 شهور ل60 شهر. الشروط الحصول على القرض: يجب أن يكون المتقدم له معاش ثابت ما يجلش المعاش عن 1750 جنيه، إثبات محل إقامة مثل إيصال غاز أو مية أو كهرباء، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حديث لمفردات المعاش. البنك الثاني معانا وهو بنك مصر. يشترط البنك تقديم خطاب موجه من هيئة التأمينات التابع لها العميل بقيمة المعاش الشهري، كما يتعهد العميل بتحويل المعاش للبنك حتى سداد آخر قسط من القرض. مستندات الحصول على القرض: يطلب البنك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، توفير وثيقة تأمين على حياة العميل ضد الوفاة. وثيقة التأمين تلزم شركة التأمين بسداد باقي أقساط القرض للبنك في حال وفاة العميل. قيمة التمويل تتراوح من 5000 جنيه ل500,000 جنيه. يشترط الحصول على القرض مرتفع أن يكون قيمة المعاش تغطي التكلفة، أو تقديم إثبات لدخل آخر للعميل للحصول على الحد الأقصى للقرض. تتراوح مدة السداد من 6 شهور ل8 سنين كحد أقصى. نسبة الفايدة بتكون 16.5% فايدة متناقصة. شروط التقديم للحصول على القرض بضمان المعاش: لا يتجاوز سن العميل عن 65 سنة في نهاية آخر قسط، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 500 جنيه. البنك الثالث والأخير معانا هو بنك الإسكندرية. بنك الإسكندرية بيتيح للمصريين أصحاب المعاشات الحصول على القرض بضمان المعاش. مميزات القرض: مدة التمويل بتبقى فيه لغاية 12 سنة، قيمة التمويل بتوصل ل1.5 مليون، بيشمل تأمين على الحياة طوال مدة التمويل بشكل مجاني. المستندات المطلوبة للقرض هي صورة من بطاقة الرقم القومي والتعهد بتحويل المعاش للبنك وفاتورة مرافق حديثة غاز كهرباء تليفون ما تتعداش عن 3 شهور. لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. في الفيديو ده